سمعت هاد الهضره خويا صقمت من هاد الهضره صقمت شحال نقول لك هو كيقول يا عمي خويا راه ما جيت حتى ل 11 هذا سق الاخبار هذا سق الاخبار وجيت لهنايا فهمتي سق الاخبار هذا جيت لهنا عندي واحد المطحانه كنطحن ولا سق الاخبار في هذيك العشرة كملت الطحينه وجيت لهنايا جيت صطاد الحاله خويا باقي هذا دخلت غنسول شكون اللي يلاه جيت والله يلاه جيت بالله